بين خلفيات عدة شعوب وعدة أماكن في العالم. فجئنا بكلمة أوتاكو وهي بالياباني الشيء الذي يتعدى الهواية يكاد يصل إلى حد الهوس. وكلمة شيء بالعربي وكلمة شيء بالفرنسي اللي هي هناك أو المكان. فأوتاكو شيء ككلمة ابتكرناها تعني المكان أو الشيء الذي يتعدى الهواية يكاد يصل إلى حد الهوس. واختيارنا للشعار الشعار حق أوتاكو شيء عبارة عن علامتين تكامل أو integration signs بالرياضيات لترمز إلى هدفنا في التكامل الاجتماعي أو integrating multiple يعني sides من المجتمع. رؤيتنا بالنسبة لأوتاكو شيء قررنا أن نكتب رؤية خاصة بالفكرة هذه حقة المقهى. قلنا تشجيع مجتمع عالمي من المفكرين المبدعين الذين يؤمنون بالتفاهم المشترك والحقوق والمسؤوليات الاجتماعية. Promoting a global community of creative intellectuals who support mutual understanding and the belief in social rights and responsibilities. تلاحظون في الرؤية هذه أني ما لا مكان فيها لا عن القهوة ولا عن الشاي ولا عن الحلويات. أوتاكو شيء منذ البداية كانت المسؤولية الاجتماعية هو هدف والمقهى هو الوسيلة للوصول إلى تلك الغاية. أوتاكو شيء عبارة عن عدة أشياء. هو مركز اجتماعي كثير ما يكون فيه كثير من الاجتماعات والأفنتس ذات النبط الاجتماعي. هو مركز معلومات في كل فرع أوتاكو شيء ومكتبة. فكل فرع أوتاكو شيء فيه مكتبة تحتوي ما بين 2,000 إلى 4,000 كتاب بين اللغة العربية والإنجليزية. هو مقهى. هو نقطة ارتقاء لكثير من الجمعيات سواء يعني جمعيات المجتمع المدني أو حتى الجمعيات الخاصة بالأعمال professional societies. وهو أيضا معرض فكل الصور واللوح الموجودة في المكان هي لفنانين سعوديين من المنطقة شباب نتيح لهم الفرصة أنهم يعرضون أعمالهم. وكثير ما يكون عندنا exhibits أو معارض دورية لعرض أعمال هؤلاء الشباب وفي بعض الأحيان بيعها. وأعتقد هذا التكوين لأوتاكو شيء قد يكون أحد أهم أسباب المشاكل اللي واجهناها والتي حنا بكل براءة يعني لما بدينا ما كنا نتوقعها. من غير تفاصيل تخيل إيش نوعية الرخصة التي تحتاج أن تحصل عليها لتكون مكتبة ومقهى ومعرض في العالم العربي وفي كثير من الدول يعني في المنطقة. نقولب أعمالنا لازم أن تقع في هذا القالب. يجب أن تكون مقهى ولا يجب أن تكون مكتبة ولا يجب أن تكون العمل الفلاني. وإذا وقعت خارج هذا القالب ما حد يعرف يسوي لك شيء. يعني رحنا إلى مثال إلى البلدية. البلدية تعطيك رخصة المقهى بس وزارة الأعمال تعطيك وزارة الإعلام تعطيك رخصة المكتبة. على سبيل المثال هذه واحدة من الرخصتين كنا نحتاج أن نحصل عليها. فمن الذي يعطينا الرخصة؟ لا أحد يعلم. غير موجود الرخصة هذه. أحد الأعمال التي نقوم فيها لخدمة المجتمع. عبد العزيز حيخلص الوقت معك بعد أني تمونا. أوكي. أحد الأشياء التي قمنا بها لخدمة المجتمع هي موضوع ستوري تايم. كل أسبوع نسوي قراءة للأطفال وبعدها أكتيفيتي. نقطة أخرى من إعطائنا للمجتمع وهنا نتكلم عن المجتمع العالمي. احنا وجودنا في السعودية ما يعني اننا فقط نخدم المجتمع السعودي. هو شهادة التجارة العادلة. المنتجات التي نبيعها في أوتاكو شيء من القهوة والشاي حاصل على شهادة الفير تريد سيرتيفايد وهي شهادة عالمية تضمن لصغار المزارعين في كل مكان العالم سعر عادل لمنتجاتهم وبيئة صحية ومع المحافظة على البيئة وفرصة لخروجهم من دائرة الفقر. أيضا أحد الأشياء هي تطوير إعادة التدوير وكنا من أوائل الناس الذي أحضرنا البلاستيك البايديجريدبل يتحلل بيئيا للمنطقة والذي ضرره البيئي يعني قليل جدا مقارنة بالبلاستيك العادي الذي ضرره البيئي ضخم جدا. وأخيرا سوينا مسابقة في السنة اللي فاتت اسمها تخيل 2020 Imagine 2020. كانت مسابقة الكتابة على مستوى المملكة سويناها وكانت الحفل الختامي في المقهى وجاءنا كثير من المتسابقين من جميع أنحاء المملكة. كان الفكرة منها بالعربي والإنجليزي
كتابة مقال يجاوب على السؤال التالي: كيف أحول شغفي وحماسي إلى أفعال تجعل المملكة العربية السعودية وطنا أفخر به في السنوات العشر القادمة؟ أنا أحب أختم بهذا السؤال، لأنه أنا سألت نفسي هذا السؤال، وتصرفاتي دائما تنصب كجواب لهذا السؤال. وإذا إحنا نبغى نشجع entrepreneurship عندنا في المنطقة، فيجب أن نسأل نفسنا، ليس أن أنا أبدأ عمل فقط لأجني المال وأحطه في جيبي. هذا مهم طبعا، في كثير أحيان تسبورت يورسلف، لكن المهم أن يكون عندك هدف أسمى من الربحية، مثل أنك تقوم بعمل تفخر به. يعني في أغنية لفرانك سيناترا تكلم اسمها My Weight، فيها في فكرة الموت، يقول ففيها مقطع يقول regrets I've had a few، ندمت على بعض الأشياء، but then again too few to mention. شكرا. كنا حابين نكفي بجولة أسئلة وأجوبة، بس بعد معنا دقيقتين حسب ما خبرونا، فإذا حدا من الجمهور بحب يسأل تفضلوا، بس بدنا ميكروفون، فيه حدا يساعدنا بميكروفون؟ تفضل. صباح الخير على الجميع. بالنسبة لكلام اللي سمعناه كلام جميل جدا، وبالنسبة للفشل أساس النجاح، احنا عملنا شركة اسمها رويال فوردينج في أمريكا وفشلت وأفلتت كومبليتلي، لكن من أساسها عملنا شركة اسمها ناما كارغو، وهي الآن تحتوي على 70% من السوق السعودي. هذا نجاح حبيت أشارك فيه. ثاني شيء بالنسبة اللي قالته الأخت سامية، أظن سامية كلام جميل، أتمنى أن يكون تعميم له. بالنسبة للكلام اللي قاله الأخ محمد، أنا ما أبغى تليفوني كل شيء يرن تليفون جات مسج. عندنا شركة اسمها نسمة، عملنا برنامج اسمه مهنتي، فيه سورس روم اوف ذا اول ذا كومباني ذات نيد جوب، وفيه ايضا يطلع الشباب الموجودين فيه، مثلا في موظفين عاجل توظيف مكتوب فيه كل اسمائهم والتفاصيل كامله، وفي الشركات كامله اللي موجودين يحتاجون خدمه. اذا انت عندك السيستم هذا، لوج ان مهنتي دوت كوم، وتلاقي كل الشركات اللي فيها جوبز. انا اظن احسن اني انا ابحث نفسي بالكمبيوتر من ان استلم جرس كل شيء بي 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 مسج فور يو يو هاف ا مسج والاشياء هذه، فتزعجني اكثر. انا الان تجيني مئات المسجات في اليوم حق مرحبا، هاي مرحبا، وانا ما احترمها. لكن كيف عاد اصير في التوظيف او اشغال المسجات؟ اتمنى ان تكنسيدر السوفت وير وتغير عن المسج. شكرا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ سيد أحمد من السودان. أنا تخرجت عام 71 من الجامعة، حتى الآن عملت في حوالي 20 موقع مختلف تماما، من محافظ بنكي مركزي حتى بايع قطع غيار، حتى اي شيء تتخيل، حتى اي تي، حتى ايش بشتغل كونسلتنت، بزنس كونسلتنت. حوالي 4 سنوات اللي فاتت دي بدرس في 4 مواضيع، وده السبب اللي خلاني اجي هذا المنتدى. بدرس في نوليدج ايكونومي، كرياتيفيتي، ان انتربرينورز، ان انوفيشنز. لم اجد في اي كتاب عربي مثل ما استمعت فيه الآن، حتى الآن في أي كتاب عربي. شفت المعرض زعب بيروت وبحضر معرض، لم أي كتابات عربي تمثل هذا النموذج. هذه واحدة. لم أجد في أي كتاب إنجليزي على مدة 4 سنوات في الإنترنت تمثل مثل هذه التجارب، تحكي عن تجارب شركات ضخمة، عن إنها بتعمل إنوفيشن عندها سيستم وإيش. لكن هذه نماذج تستحق اعتمادها والكتابة عنها
وتشجيعه بصفة دائمة مثل هذا الكلام. هذا يطبق الثيم بتاع هذا الكونفنشن حقيقة يمثل. لم أجد حتى في محاضراتنا كلها السابقة لم أجد إنه بيكون غير هذا الجلسات هذه اليوم لم أجدها غط. جيلنا السابق جيلي أنا واللاحق حتى ممكن أقول 40 سنة هو خارج الشبكة في مثل هذا الكلام, خارج الشبكة تماما فكرا وممارسة وعملا. فأنا أخترع على المؤتمرين وعلى إخواننا في فكر إنه يعتمد مثل هذه النماذج ويكتب عنها ويفتح بند بتاع دونيشنز بصفة دائمة يطور التفكير والبحوث العلمية التطور مثل هذه الريادات. شكرا جزيلا. شكرا رنا. أهلا أنا اسمي رغدة من مصر. الحقيقة أنا كنت عايزة أسأل سؤال الأول بالنسبة للمشاريع بتاعة رواد الأعمال. أنا أسمع إنه يعني ريادة الأعمال بقت منتشرة قوي في العالم, فهل في وأسمع إن في حاجة اسمها مراكز دعم ريادة الأعمال أو رواد الأعمال, فهل دورهم يعني مثلا لو حد فيكم تعرض لمشروعه لهزة سواء كانت مادية أو فنية زي أي حاجة زي ما دول كتير بيحصل فيها, يعني هل المراكز دي بتدعمكم لغاية ما ترجعوا تاني في الطريق الصح سواء فنيا أو ماديا ولا لا؟ ولو مش هي المراكز دي مين بيقف جنبكم؟ يعني لأن أنتوا مسؤولين عن فلوسكم ومسؤولين عن عملكم, مين بيقف معاكم؟ تاني حاجة هي أسئلة بتدور في دماغنا إحنا كشباب, يعني أنا لما بتكلم عنها هي بتكلم عني وعن شباب كتير من مصر. ثلاث نقط أي حد فينا لما بيجي يفكر أنه يعمل يبقى رائد أعمال, دول الثلاث حاجات اللي بتيجي على باله وتوقفه. أول حاجة أن معظمنا يمكن في بداية حياته معهوش مبالغ كبيرة أنه يقدر يبدأ بيها العمل بتاعه, فبالتالي هيعتمد على فلوس أهله مثلا. طبعا أنا ما أتكلمش على جهات مانحة لأن أنا ما بفضلش أن حد في بداية حياته يبقى مدان لحد, يعني فهياخد فلوس أهله وأنه يلعب بفلوس أهله في ظل الظروف الاقتصادية, ودول كتير بتقع في أزمات اقتصادية فده خطر فبيرجعوا عن الفكرة. الحاجة التانية أنه بيتقال أنه عشان تعمل البيزنس بتاعك أو الشركة بتاعتك لازم تبقى ملم بعلوم كتيرة, المراجعة والميزانيات والاقتصاد والإحصاء وكمان العلم بتاع المجال بتاعك, وده هياخد منك وقت كتير. فهتبدأ شغلك امتى؟ لما انت محتاج تدرس كل الحاجات دي علشان دي فلوسك فانت مسؤول عنها. الحاجة الأخيرة انه بيقول على الأقل اتدرب في شركة حد تاني. انت مثلا عايز تبقى رائد أعمال في الإعلام, روح اتدرب في شركة حد تاني بصراحة, يعني خاطر بفلوسه, العب في فلوسه, اتعلم في فلوسه هو قبل ما تتعلم في فلوسك انت. فده هياخد مننا وقت طويل جدا, والأسئلة دي بتوقفنا كتير عن ان احنا نبدأ العمل بتاعنا, وبيخلينا بصراحة بنلجأ ان احنا نشتغل في شركات ناس تانيين سواء كانت دولية او شركات محلية. فرد حضراتكم ايه على المخاطر دي؟ الو الو اول شيء ما ضروري تعرفي كل شيء اول ما تبلشي الشغل, يعني في قصص كتير. انا دارس علوم سياسية وما خصي بالمجال المجلات ابدا, بس دايما اذا واحد حاطط شيء بباله فيك تعملي ريسيرش على الانترنت, فيك تحكي مع عالم اوريدي فايتين بالبزنس وكلهم بيعطوكي نصائح وبتتعلمي as you go. يعني انا يعني كل يوم بتعلم ومرات بتعلم الموظفين تبعي, يعني اذا جبت محاسب او شيء. تاني شيء كنت عم تقولي كانفستمنت انه عادة بيروحوا عند اهلهم العالم, هل انا بلاقيها اصعب انه تروحي عند اهلك انه ما تروحي عند مستثمرين من برا؟ لانه اهلك بيعرفوكي ويمكن عندهم فكرة عن قدرتك, بس اللي برا ما بيعرفوا ما بيحكموكي. سو انا مثلا مشروعي رحت لبرا دغري, ما فتت على العيلة ولا شيء, عملت بيزنس بلان, عملت الريسيرش والماركتينج وتعلمت من كل شيء شوي وقدرت يعني تو بيتش ات اند اخذت مستثمر. بالنسبة للجمعيات اي ثينك انه بيساعدوا معنويا من ناحية الكونكشنز, بيعرفوك على عالم, بيعرفوك على عالم مثلك, يعني بيكونوا entrepreneurs كمان, فيو فيل انه يور نوت الون وعندك سبورت. فهذا اكثر شيء بهم يعني من الجمعيات اكثر من انه يعطيكم شيء مادي. مثلا سألت عن مراكز, انا بقول المراكز والبزنس بلانز حتى بالنسبة لي بلا طعمه.
انا لك يا يعني حز على مني بس بالنهايه هي انت قدرتك ومش وانت يعني برغبتك. انا تبلشت اول شيء بوسطن، اول شيء قررت اعمله حتى اتعلم الانتربرينورشيب فت مع شركه صغيره ناشئه كانت ثلاثه انا كنت الرابع. بقى اهين شيء واحد يتعلم ويقدر يوصل هو يجرب ويجرب، يعني اكيد المراكز هي مثل ما قلت سامي هن بتعرفك على غيرك، بس حتى تكون بانفايرمنت يعني ايكو سيستم بتعرف على غيرك. والشغله الثانيه اللي هي انه تكون عندك مشكله عم تحليها مثل ما محمد عمل بفلسطين، وانا عن جد كثير ما بمشي مع الاستاذ اللي قال انه فكره محمد ما بتمشي بالسعوديه، بالعكس انا بلاقيها فكره كثير لقى مشكله وراح حلها. بتصور هي هون احسن طريقه تنعمل. يعني بقى بالنهايه المراكز والبزنس بلانز وكل هول بعقدولك حياتك على الفاضي، يعني بتس جو فور ات. شكرا لك حبيبي انه وضحت. كمان بدي توضيح للاخ الكريم انه احنا كان الاساس من المؤسسه والخدمه هو مسؤوليه اجتماعيه، لانه احنا وقعنا في تجربه البحث عن وظائف، وهذا كان الدافع بعيدا عن الاعلام وبتيجيك رساله من بوتيك فلان. احنا كان الهدف والاساس وجدنا فتيات بقرى نائيه لا يملكون اي وسيله اعلاميه للبحث عن وظيفه. فانت تخيل في رسالة SMS اللي ممكن أوقات من قلل من قيمتها قد ننقذ أسرة كاملة ومنوفر لهم الطعام اليومي. فخلينا إحنا نفكر ما بعد الرسالة القصيرة، إحنا شبكنا 20,000 باحث عن عمل، وهدول مش موزعين في المدن بل هم موزعين في القرى. وتوضيح للأخت اللي حكت، إحنا مش لازم نكون إحنا أصحاب خبرات في كل المجالات، إحنا اللي بتتوفر فينا جميعنا الإرادة. لما بدأنا كلياتنا كنا نملك الإرادة، وبعدين تجميع الفريق بقى على عاتق مؤسس المؤسسة. المؤسس هو اللي إحنا احتجنا جانب الإعلام، رحنا على جامعة حكينا أنه إحنا مؤسسة صغيرة ونحتاج إلى شخص مسؤول في الإعلام، فوجدنا العشرات بل المئات هم الشباب متشجع ما بده في المقابل، لا أنا بدي أكون عضو في هاي المؤسسة. فمعنى الله، ما معنى أي تأمين، والإرادة هي بتخيل أهم إشي، والشغف وحب الإشي اللي بتشتغل فيه اللي بخليك قبل ما تحط راسك على المخدة تكون فخور أنه في بكرة أفضل. شكرا.